السلام إن شاء الله الأبو سقط والأبناء يسقطون، الأحزاب يسقطون. عبد المهدي لو مستقيل قبل أسبوعين، قبل شهر، قبل 11، قبل 25، الشهداء ما طاحوا 500 و600 و700 و15 أو 20 ألف جريح. ما تستحي اليوم باكر تاريخي نعلك، لا أحزابكم، إحنا عراقيين. ذي قار تنزف زلم وبغداد حزنانة، بالتحرير تلقاني تراني وافزع دوم لاخواني. تراني ابد ابد ما ينوكل لحم، تراني عراق والاصل كله حميه. صدق عالم خرس والوادم بسكته، طاح بكربله بذيقار، طاح بكربله شمشاب، اعمى شبيك ما شفته. تباوع على البشر وتشوفها بتك عين، تذبحنا الصبح والعصر متونسين. صدق جدكم يزيد واحنا جدنا حسين، الطاح ودم الطاهر ربك ما ينسى. اليوم مو تطبير ولا دق الصدر، طاحوا الشبان بسلاح الكفر، طاحوا الشبان ما لهم معين، واحزاب الشيعة علينا مسلطين. ريت تنهض يا ابن امير المؤمنين، احنا عاهدنا الوطن وطينا دين، الظاهر دوم الظاهر، واشلع عينك بالتحرير. وشكرا. لا تكفي ولا اي استقاله من عدم تكفي، محاكمتهم واحد بدم الشهداء، لا مطالب ولا تسويب ولا كل ما يفيدنا. واحنا ما نطلب من عندهم طلبات، هاي خيراتنا احنا بكيفنا شو نسوي. هم هسه مطالبين باول شيء بدم الشهداء، اغير نقاش ما عندنا وياهم، يتحاكمون واحد حتى مو على الاموال، اول شيء على دم الشهداء او على هاي الابادات الجماعيه. والطرف الثالث ماكو طرف ثالث، هم كذب بكذب. يقولون المندسين، عوف المندسين اللي ورا الصبات اللي يضرب بالمتظاهرين، هذا هم مندس. يلا احنا ويانا مندسين ما يخالف، هاي الصبات هذا الجمهور والاحرار من ورا، والقنوات كلها تصور دا ينضرب من ورا الصبات، حي وقنابل وسموم كلهم، مو مسير الدموع، لا انا اكل مواد كيميائيه. عوفك من المندسين، انا اجي وياهم، اكو مندسين على عين وراسي، اللي ورا الصبات بدا يضرب مباشر، هذا هم مندس. كلها شوف الكاميرات، هم ماكو طرف ثالث، هم الطرف الاول وهم الطرف الاخير. واول طلب محاكمتهم شلع، ماكو استثناء من البرلمان والاصغر واحد بيهم، ولا بيهم شريف وكيلك الله، وبس الله ياخذ الرتبة من عبد المهدي. ومو بس عبد المهدي، هذا هيك الاحزاب كلها شلع، ولا واحد كلها. واول طلب مو طلب، لا هذا اجراء عليهم، المحاكمه بدم الشهداء، محاكمه بس الله ياخذ الرقبه. وعلى حسي احكي واطلع واطب وبس الله، نخاف من عنده احنا، ما نخاف من اي واحد. يقتلون 10 نصير 100، يقتلون 100 نصير 1000، يقتلون 1000 نصير مليون، الاخر نفس علاقه احنا وياهم. انا من الناصريه، اليوم اطالب بدم الشهداء الناصريه الى الراحه وامس. نعم لا تكفينا استغاله عادل عبد المهدي، تكفينا القاء الخضراء، وتكفينا القاء الاحزاب، وتكفينا القاء البرلمان، وتكفينا كل السياسيين والعملاء اللي باعوا الوطن وما خلوا له كرامه، نزلوا الوطن لاقصى وضع. وهذا حال العراق، وهذا الشعب العراقي، شوف شلون فرح اليوم بابسط الامور استقالة عادل عبد المهدي. ولكن نبقي ونحرر الوطن إن شاء الله. الأحزاب اللي هي مندسة، والأحزاب اللي هي خربت البلد، والأحزاب اللي هي خربت المظاهرات السلمية، ماكو مندس ولا أكو واحد جاينا قريب. نعم الأحزاب اللي هي غربة وهي اللي دمرت البلد، ما عندنا غير هاي الرسالة، ونبقى صامدين إن شاء الله ونحرر بلدنا بعون الله. قالت عبد المهدي ما راح تحل شيء ولا تغير لنا الوضع، احنا سبق وقلنا ايش نريد، استقاله الحكومه، حل البرلمان، تشكيل حكومه مؤقته، محاسبه القتله، ومحاسبه عادل عبد المهدي، ومحاسبه الاحزاب بالدرجه الاولى، الاحزاب التي قتلت الشعب العراقي المواليه لايران بقياده قاسم سليماني. هذا نكتفي به، لان استقاله عبد المهدي لا تحل لنا شيء ولا راح تغير اي شيء من الموضوع. حل الحكومه وحل البرلمان، انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة بإشراف أممي.
بإشراف أممي ومحاسبة كل الأحزاب الموالية لإيران بإشراف قاسم سليماني. كلهم يعلمون القادة العسكريين وأمرهم يلتقون مين من رئيس الوزراء اللي هو عادل عبد المهدي، لأن ماكو يتعان الرجال عسكري وأعرفوا الأوامر، ماكو ضابط عسكري يتخذ إجراءات إذا ما تجي أوامر من الجهة العليا. والطرف الثالث اللي يقولوا إحنا ما نعرف الطرف الثالث، الطرف الثالث هم الحكومة وأحزابهم الموالية لإيران. شكو حزب موالي لإيران هو قتل المتظاهرين، فلا يقولوا لنا بعد الطرف الثالث والطرف الثالث، هي مكشوفة. الطرف الثالث الأحزاب اللي موالية لإيران بقيادة حج سليماني قاسم سليماني هم القتلة والمتظاهرين، هم الطرف الثالث.